حد من البنات اللي في الجيل الجديد عنده حته الكوميديا كست تشيل فيلم كوميدي؟ اصل ده صعب دلوقتي. مين 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 زي ايمي؟ ياسمين عبد العزيز وايمي هتبقى زي ياسمين باذن الله. ياسمين وايمي. في حد تاني؟ لا مفيش حد. كوميديانات على الساحه؟ لا مفيش. ولا مفيش. كوميديانات ولا غير كوميديانات؟ لا في طبعا ممثلات. بيقوموا فيلم لوحديهم؟ ممكن يشيلوا لا فيلم لوحدهم. الوحيده اللي بتعمل ده دلوقتي ياسمين عبد العزيز بصراحه. هي اكتر واحده بتوزع كبنت، اكتر واحده ليها جماهيريه، وزيها زي الرجاله يعني، زي زي الممثل اللي عندنا، زي ناديه الجندي ما كانت هي زي ناديه الجندي. ليها شعبيتها اما كانت بتنافس عادل امام يعني. دلوقتي نقدر نقول ياسمين عبد العزيز نجمه الجماهير بالظبط. وإيمي عايزينك توصلي للقب ده قدامها. هي اللي جاية. هي اللي جاية. هي اللي جاية. تركز على إيه بمفهومك كده يا حاج أحمد عشان تبقى نجمة الجماهير؟ إيمي؟ إيمي يعني هتعمل حاجات زيها زي ياسمين. يعني هتعمل نفس النوعيات ونفس يعني ما تروحش بعيد عنها يعني. مش هتعمل أكشن يعني. بس ياسمين بتعمل أكشن. عايزة أبقى مزة. وهتبقى مزه. انت مزه. نرجع تاني بقى، كلمنا كمل كلامك. اشكو يا حسن. بقول لك انا بس اهدي عليا، بس اهدي عليا.